مبر سوماليات أو كتر سنجولها وكل هذا حزب ديمقراطي يودن كمريكان كي لقى صوت دورته قبل كام من زورا يودن كاسي بغشاء يدل كي كتيمت وحي صوب بغت فيلا سوماليا سي أما دحوينها دل كا سوماليا أو لكرنتو يدو أوهلية سيجي دو حانو كسو دوويي مدحتو يدا أغاسي ما هاب ماموز كمدحتو يدا سوماليا عبد الرحمن عثمان مدحوينها أي سوغين دور دقيقو هل كي لغو تلقلا أيين تشوغين مدني حسن شيخ محمود أيا كذب إلهان عمر إيسيغي إذا كسو دوويي إلهان وصلنا تركا حزب ديمقراطي ودن كمريكان كي يدو متليسا كرسيغا لغا صو دورتا قبل كا من زورا ودن كاسي مدحوينها يا وقام عليي بغشادة دل كيدا أي كتمد سيدو كالوحا وقوهن بليي قوليها إكا قارتي دور شوين كي أي كسو غيب غشي وقدم بينا أي كوكولي ستي كورسيغا أي كو متاليسو حزبيغا أي كترسان تهي مدحوينها سوماليا حسن شاق محمود أي شيغي إن دل كا أي كسو دان دور شوين كا قارن كا أو غاب غاب كودو سيدا دراد ديدن إلهان اللوغا باهنيا إن حكوريسي أي لا يالتو بلشادة سي أي وقاتو horumarka dalka uu gaaray ee guulaha dawladda 4 sano ee la soo dhaafay ay gaartay iyada oo kaashanaysa dawladdu shacabkeeda dhanka kale senator ilhan umar ayaa farxad iyo raarayn ku tilmaamtay kulanka madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay la yeelatay iyo sida lagu soo dhaweeyay Soomaaliya waxay ugu mahadcelisay dawladda dadaalka iyo guusha dalka ay gaarsiisay ee ah in doorashooyin dalka ay ka qabsoomaan si gaar ah haweenka lagu siiyo 300% qoondo gaarisa taasina ay ku tilmaamtay in Soomaaliya ay ugu horeyso dalal Mareykanka uu ku jiro ilhaan ayaa ka soo guuleysatay Felix Ken oo ah haweeneydii xisbiga dimuqraadiga ku mataleysay golaha wakiilada ee gobolka Minnesota iyo Maxamed Nuur oo ah Soomaali isagana tartanka ka soo qayb galay